مشاهدينا في كل مكان صباح الخير، بنصبح عليكم بعيون جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا. ودائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبو إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعة لهذا الوطن. مجموعة من الفقرات المتنوعة نلتقي معكم من خلالها اليوم، وفقرتنا الرئيسية نتحدث فيها عن الذهب في مصر القديمة وما كان له من مكانة كبيرة عند الملوك والمصريين القدماء، وإن كانت الفضة أيضا كان لها مكانة خاصة وهي نادرة في الأراضي المصرية، فالذهب كان يستخرج من المناجم المصرية، ولكن الفضة كانت تستورد أو يتم استجلابها من الخارج. فيمكن في هذا التوقيت كان إلى حد ما الذهب في نفس قيمة الفضة، يمكن كانت الفضة أكثر، ولكن الذهب بعد استخراجه وخروجه من المناجم كان يستخدم في العديد من الآثار الملكية الموجودة عند المصريين القدماء. عن هذا الموضوع هيكون لنا لقاء مع الباحث الأثري الأستاذ إسلام زغلول عضو اتحاد الأثريين المصريين. مشاهدينا في كل مكان نبدأ معكم فقراتنا بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره ثانيه، بنتواصل معكم على الهواء مباشره وفقراتنا. يمكن دايما في فصل الصيف بيبقى فيه المانجا دي بتبقى يعني ليها محبين ومريدين كثيرين جدا، وبتكون فرصه للكثيرين انهم يستمتعوا بيها بشكل كبير جدا، خاصه مع تنوعها وتنوع انواعها. ويمكن السنه دي لحد ما كل تحدث على وفره الانتاج، والاسعار هتكون يعني لحد ما قليله في اسعار المانجا المختلفه. احنا مش هنتكلم عن المانجا واسعارها، هنتكلم عن المانجا وفوائدها واضرارها من وجهة النظر الطبية، وده من خلال هذه المداخلة التليفونية مع الدكتور سيد حماد أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بك معنا دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك زيني وكل السادة المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي موسم المانجا بقى، وما شاء الله الموسم السنة دي يعني مبشر بأن في وفرة في الإنتاج وعدالة في التوزيع، يعني السعر هيبقى فيه انخفاض لحد ما. المبشرات الجيدة فعلا وواضح يعني موجودة فعلا ومتاحة يعني بشكل كويس، وإحنا يعني يهمنا زي ما حضرتك ذكرت فوائدها وأضرارها من الناحية التغذوية اللي تؤثر على صحتنا بشكل كويس. أولا نتكلم على الفوائد قبل ما نقول على الأضرار. تمام. تعتبر من ضمن الفواكه الممتازة جدا، ويعني يطلق عليها ملكة الفواكه المحببة للكل في كل الأعمار، صغير وكبير يعشقها زي ما بيقولوا، وبالتالي تحتوي على فوائد كبيرة جدا. أولا هي من أفضل الفواكه اللي بتحتوي على قدر جيد من فيتامين ألف، وإذا تكلمنا على فيتامين ألف للسادة المشاهدين جميعا فهو فيتامين يعني له فوائد صحية كبيرة جدا ومتاح بوفرة في ثمار المانجا. فيتامين ألف يعني يفيدنا بشكل كبير جدا في تعزيز الجهاز المناعي، يفيدنا بشكل كبير جدا في عمليات النمو ومكافحة مشاكل زي قصر القامة وغيرها كمان، وده المعروف عند الجميع، هو يساعد في تحسين الرؤية والتكيف مع الإضاءة المختلفة، وبالتالي له فوائد كبيرة جدا، بالإضافة لفايدة ما يطلق عليه فيتامين الجمال لأنه بيساعد في تحسين البشرة والجلد والشعر بشكل كبير جدا، وبالتالي محتواها فعلا من فيتامين ألف عالي جدا، بالإضافة لقدر جيد من الأملاح المعدنية زي البوتاسيوم اللي بيساعد في ضبط مستوى ضغط الدم بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت قدر من الزنك وقدر من فيتامينات ب، وبالتالي تحتوي على فوائد جيدة كمحتوى من أملاح معدنية وفيتامينات. نيجي كمان على جزء من الفائدة الجيدة، هي محتواها من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات الطبيعية اللي موجودة فيها، ويمكن تتميز المانجو عن غيرها بارتفاع محتواها من السكر، وبالتالي برضو عشان كده بنقول ان لازم ناخد منها قدر جيد، اضافه طبعا لوجود الالياف الغذائيه الزائبه وغير الزائبه اللي موجوده فيها واللي بتحسن عمل الجهاز الهضمي، وفي نفس الوقت كمان بتساعدنا في ان يكون في تنوع داخل الجهاز الهضمي بشكل جيد، بحيث ان احنا يكون في فوائد صحيه كتيره جدا، بالاضافه ودي يعني عشان ننتقل للجزء الخاص بمشاكل الاسراف فيها، بالاضافه طبعا لفايده كبيره جدا بتحتوي على مواد مضاده للاكسده ما يعرف بالفينولات، مواد فعاله جيده جدا كلها بتساعد الجسم في انها تقلل من الالتهابات من مشاكل الاورام السرطانيه بشكل او باخر، بتكافح ما يعرف بالشقوق الحره او الجذور الحره اللي هي يعني بدايه او هي سبب رئيسي في الاصابه بالاورام السرطانيه والمشاكل الصحيه اللي بيتعرض ليها الجسم، وبالتالي هنعدد الفوائد ففيها فوائد صحيه كتيره جدا جدا جدا. يعني انتقل للجانب الاخر بقى،
اللي هو مرتبط بالإسراف مش كده؟ بالضبط بالضبط. يعني عشان ما نقولش ان ليها اضرار فاحنا ما نقدرش نقول ان هي لانها فاكهه طبيعيه نشجع على تناولها، فهي الفاكهه في حد ذاتها ليس لها اضرار. لا. ولكن الاضرار تاتي من الاسراف في التناول. احنا يكفي ثمره في اليوم ثمرتين بقدر كافي جدا. مين اللي بياكل ثمره ليس يوميا كمان ولكن اضرار الاسراف منها نقدر نقول بقى ان هي ممكن تسبب في بعض الاحيان تحسس او ممكن تؤدي لظهور بعض اعراض الحساسيه البسيطه. كمان خاصة على الجلد أو الجزء المحيط للفم، بالإضافة أن هي برضو فيها نسبة من الأوكسالات لو نسمع عنها برضو كثرتها أكتر من اللازم هيؤدي أحيانا إلى وجود أو 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 يشجع على تكون بعض الحصوات. بس ده للإسراف، بنتكلم على الإسراف في التناول وليس الفاكهة نفسها. أضف إلى ذلك كمان لأن هي الفاكهة في الغالب التداول والتعامل والتناول بتاعها ففي احيانا بيبقى موجود فيه بعض الاحمال الميكروبيه اللي بتبقى موجوده على القشره الخارجيه بتاعتها، فعدم الغسيل الجيد برضه يؤدي الى مشاكل زي بعض الحالات الاسهال، بعض المشاكل زي المغص المعوي، بعض الحاجات الصحيه اللي ممكن تظهر نتيجه عدم التعامل الجيد في عمليه الغسيل والتداول بتاعها. اضافه لذلك احيانا بيكون فيها بعض المتبقيات لبعض الاسمده، بعض الحاجات او الحاجات اللي يعني بتستخدم علشان تحافظ عليها. دكتور سيد، دكتور سيد ليها علاقه بزياده الوزن؟ طبعا هي اولا من الحاجات اللي هي فيها زي ما قلنا فيها قدر كبير من السكريات او من وبالتالي فيها سعرات حراريه. يعني هي ثمره المانجو المتوسطه تعتبر في كميه السعرات الحراريه اللي فيها ضعف حجم اي ثمره فاكهه ثانيه. لو قارناها بثمره التفاح او قارناها بثمره برتقال فهي فيها سعرات حراريه ضعفها. ولكن زي ما بنقول كده ويمكن حضرتك تكرمت في الاول وذكرت ان احنا بنقول مفيش اسراف منها، لو باخد ثمره متوسطه منها ده كافيه جدا وبشكل يومي او يوم ويوم، يعني بنقول يومي في الموسم بتاعها ونستغل فرصه ان احنا الانتاج وفير ومتاحه وسعرها كويس، مفيش داعي ان انا اخد اكتر من كده. اقصى حاجه ممكن تبقى ثمرتين او ولو يوم ويوم برضو مفيش مانع، لكن اكتر من كده هيبقى له اضرار كبيره جدا على الصحه العامه بتاعتنا ومش هنستفيد منه. بالعكس يعني توزيعها على الايام المتتاليه افضل بكتير جدا ما نستهلك كميه كبيره. اخيرا اخيرا دكتور سيد وغيره وغيره، اتفضل. احنا عندنا في مصر يمكن يعني بنختلف عن دول العالم لان المانجا في كل دول العالم بتتزرع، يعني احنا عندنا تنوع في الانواع، هل الايجابيات والسلبيات دي بتختلف من نوع لاخر ولا هي انت حضرتك بتتكلم بشكل عام ايجابيات وسلبيات المانجا واحد؟ وانا فهمت قصد سؤال حضرتك طبعا وده سؤال مهم جدا. كلها في النهايه تختلف يعني درجه الطعم درجه النكهه اللي موجوده فيها، لكن نقدر نقول ان الفوائد الصحيه موجوده في كل الانواع وكل طرق الاعداد، لان البعض بيعدها في شكل ايس كريم في شكل مثلجات بتضاف كتزيين لبعض اصناف الحلويات بتستخدم في اكثر من حاجه، طالما استخدام طبيعي بدون اي اضافات صناعيه بدون اسراف في اضافه السكر ايضا عليها خاصه في العصائر الطبيعيه بتاعتها وغيره، فبالتالي هنقدر نستفيد منها. والاختلاف القيمه الغذائيه واختلاف الاضرار الناتجه عن الاسراف هيبقى اختلاف بسيط جدا ما بين الانواع المختلفه من ثمار المانجو. بشكرك جدا على هذه المداخلة الهامة دكتور سيد حماد أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية. مشاهدينا نتواصل معكم بعد هذا الفاصل فانتظرونا. كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية، بنتواصل معكم وفقرتنا وحديثنا يمكن في فقرتنا القادمة عن الأجازة. الثانوية العامة خلصت امتحاناتها، يمكن آخر امتحان كان يوم السبت اللي فات بالنسبة لشعبة الرياضة أو الرياضيات، وكده الثانوية العامة عدوا أو الطلبة عدوا من موسم دراسي شاق جدا جدا جدا. الأسرة المصرية طبعا بعد الخروج من هذا الموضوع يعني بيبقى في جانب بقى مرتبط بالترفيه على الطلبة، الترفيه على أفراد الأسرة بشكل عام، فبيبقى في أجازة. إزاي بقى نستمتع بالأجازة دي بعد الضغط العصبي الكبير طوال 12 شهر متواصلين مع سنة صعبة زي الثانوية العامة؟ معنا مداخلة تليفونية من الأستاذة مي عبد الفتاح استشاري أسري وباحثة في العلوم الإنسانية. أستاذة مي أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، صباحك طيبة. اهلا بيك يا فندم. الثانوية العامة خلصت، ناس بقى تعمل ايه عشان تستمتع باليوم اللي جايه؟ يهدوا خالص، انا بدعو كل الاسر اللي كان عندهم طلبه الثانويه عامه يهدوا خالص، يبقى المرحله اللي جايه ديت مرحله هدوء. يهدوا ولا ينسوا؟
يهدوا خالص، يهدوا لعشان يهدوا خالص، لان المرحله اللي جايه بالنسبه لنا هي مرحله الاهم بالنسبه لي، هو تاهيل الاولاد للمرحله اللي جايه اللي هي استقبال النتيجه بتاعتهم. انا بقول احنا خلصنا الثانويه العامه وهنستمتع بالاجازه، بس قبل ما نستمتع بالاجازه اولادنا هيفضلوا متوترين الفتره دي كلها عشان النتيجه، لحد ما النتيجه تظهر. تمام، فلازم احنا ناهلهم ونعرفهم ان النتيجه وظهور النتيجه وايا كان المجموع اللي هيحصلوا عليه مش هيقل من مكانتهم. طب فتره التوتر البينيه دي اللي بين انتهاء الامتحانات والنتيجه حوالي اسبوعين مثلا او 15 يوم، دي نعمل ايه مع الولاد؟ يعني اللي عنده القدره ان يسافر يسافر، ولا لا نبقى مقعدينه في البيت كده، ولا يعني نعمل ايه؟ لا احنا الافضل ان احنا نخليهم يغيروا جو، يخرجوا من جو المذاكره خالص، ونشوفهم هم هواياتهم ايه وهم نفسهم في ايه، ونبتدي نحققه لهم بالتدريج. ما نضغطش عليهم بقى ان هم نخليهم في البيت، لا هم كانوا مضغوطين وتحت ضغط شديد قوي للمذاكره والامتحانات، لا احنا نشوف هم بيحبوا ايه والمجالات اللي بيحبوها ايه، ونحاول ان هم نخليهم ينطلقوا شويه بقى بعيد عن ايدينا. عشان بقول برضو ان هم يبقوا عندهم الفتره الهينه شويه لاستقبال النتيجه بتاعتهم، ونعرفهم برضو ان برضو خلال المرحله ديت اللي هي بالنسبه لي مرحله مهمه قوي اللي هي مرحله التاهيل، برضو واحنا في اثناء الاجازه والاستمتاع نديلهم زي عناصر صغيره عن حياتهم المستقبليه، نحاول ان احنا نفكر معاهم هم طموحهم ايه، لو جبت كذا فيه عايز تخش ايه، ما لو دي فيها كلام كتير بالظبط كلنا مجربين. لازم نلفت نظرهم ان ايا كان المجموع اللي هيحصلوا عليه هم اللي يقدروا يثبتوا على اساسه هم كيانهم ايه، يعني ما تجيب مجموع صغير انت تقدر تحقق بيه ذاتك، جبت مجموع كبير تقدر تحدد بيه ذاتك، مش شرط انك جبت اعلى الدرجات انك هتوصل للي انت بتحلم بيه، لا اهم حاجه تسعى للي انت عايز تحققه، هدفك ايه؟ نتكلم مع اولادنا بشفافيه شويه ونعرفهم ان مجتمعنا محتاج لواحد واثنين وثلاثه، لازم احنا نكون مؤهلين ليه. ما ينفعش ان احنا نحصرهم في حاجات كليات القمه وهم يبقوا حاطين في دماغهم دوت ويجي بالنسبه لهم اقل شويه، لا نعرفهم ان الاقل دوت ممكن يبقى. يعني انت من انصار نجاحاً. دعهم يختارون. بالظبط بالظبط، ما نفرضش عليهم اي حاجه. طيب بالنسبه للاجازه بالنسبه للاجازه بقى احنا نشوف ميولهم ايه، في ولاد بتحب القراءه ندي لهم المجال الاكبر، في ولاد بتحب الرياضه نشوف المجال بتاعهم ايه، في ولاد بتحب السفر سواء داخل مصر او خارج مصر ندي لهم المساحه دي بحيث ان هم يطلعوا من الضغط اللي كانوا فيه طول السنه، طول سنه كامله. نحاول احنا برضو كأب وام احنا برضو محتاجين نقاهه. لان احنا تعبنا طول السنه. طب نروح معاهم بقى ولا نسيبهم يعني هم يروحوا مثلا اسكندريه نروح احنا راس البر مثلا؟ يعني نبقى معاهم ولا نسيبهم؟ لازم يكون اولادنا احنا علينا يعني نبتدي ان احنا علينا عليهم شويه، مش معنى ان احنا نقول لهم انطلقوا ان احنا نسيبهم، لا احنا روحوا بس احنا علينا عليكم. ما هم زهقوا. اكيد زهقوا يعني من اهاليهم يعني، فعايزين ينطلقوا. لازم الاباء والامهات ندي المساحه لاولادنا في الحريه ولكن عينينا عليهم يعني من غير بطريقه غير مباشره. عشان ما نخنقهمش، اولادنا داخلين مرحله الجامعه، مرحله غير مرحله الثانوي غير مرحله الاعدادي، لا دي مرحله انطلاق بقى للمجتمع، تفاعل مع ناس كتير، لازم ناهل اولادنا لده، ان انت هتتعامل مع طبقات مختلفه من المجتمع. هتتعامل مع دكاتره غير المدرس غير اي حد بتتعامل معاه، لازم ااهله بقى بالتدريج وانا معاه كده ولحد النتيجه ما تظهر اتعامل معاه. وطبعا ما ننساش ان هم كده كده يعني في منهم يعني تعب او صحته قلت شويه، نهتم بالجانب الصحي، نهتم بالرياضه، نهتم بالغذاء بتاعهم، لان اكيد اثر عليهم الفتره ديت شويه من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الجسمانيه. بتمنى لهم كلهم ان شاء الله النجاح ويحققوا اللي بيتمنوه. بشكرك جدا على هذه المداخله الهامه استاذه مي عبد الفتاح، استشاري اسري وباحثه في العلوم الانسانيه. مشاهدينا نتواصل معكم في حلقتنا النهارده بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معانا مره تانية، بندعوكم في فقرتنا القادمه للرياضه العالميه واهم الاستعدادات المرتبطه والبطولات المرتبطه بالرياضه في شتى بقاع العالم من خلال هذا التقرير، خاصه ونحن على اعتاب بدايه دوره الالعاب الاولمبيه اللي حفل الافتتاح بتاعها ان شاء الله هيكون يوم الجمعه القادم. هنستمر مع زخم رياضي كبير لمده شهر كامل، هنستمتع باعلى مستويات الرياضه في العالم واعلى الابطال
والعالميين في مختلف الرياضات. ندعوكم مشاهدينا، أهلا بكم معنا مرة تانية. قراءة سريعة لأهم أخبارنا معكم اليوم. قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. رئيس الوزراء يلتقي عددا من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والتي انطلقت أمس في أكرا عاصمة غانا. وهناك عددا من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف سفير مصر لدى غانا. وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي. مصدر بوزارة المالية للصحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد. تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. حسين زين الإعلاميين في عيدهم، نمتلك كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر. وقد وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لكافة الإعلاميين بمناسبة عيدهم 90، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم ومواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري وتوعوي. صرف 90% من مقررات شهر يوليو حتى الآن لأصحاب البطاقات التموينية. وزير التعليم العالي رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل. التفاؤل يسيطر على البعثة المصرية قبل الأولمبياد. إدريس أتوقع تحقيق 11 ميدالية. محمد عصران منتخب الطائرة قادر على منافسة الكبار. رئيس اتحاد اليد هدفنا ميدالية. وميكالي اللاعب المصري ليس أقل من اللاعب البرازيلي. أخيرا من أخبار الطقس معنا اليوم، طقس الاثنين أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 38 والصغرى 29، الإسكندرية العظمى 34 الصغرى 25، مطروح العظمى 31 الصغرى 24، سوهاج العظمى 42 والصغرى 27، قنا العظمى 43 والصغرى 28، وأخيرا محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 30. مشاهدينا، دي كانت إطلالة سريعة على أهم أخبارنا معكم اليوم. ندعوكم بعد الفاصل ولقاءنا الرئيسي اليوم وحديثنا عن الذهب في مصر القديمة، ولقاءنا مع الباحث الأثري إسلام زغلول عضو اتحاد الأثريين المصريين. نلتقي بعد الفاصل.